كيف أعالج الكسل عند أو الكسل اللي عندي ونوم الكثير، كيف أخفف النوم؟ هذا يبدو أنه كثير النوم شيخنا. على كل حال يعني هذا دليل على ضعف الهمة وضعف خلينا نقول الرؤية للأمام، ما يعرف ماذا يريد. وإذاك الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم على الفرش. فالإنسان إذا عرف السبب أو الحكمة التي لأجلها خلقه الله جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو عرف ما أعد الله له في الجنة لا ذهب عنه كل هذا. وأنا أنصح إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، أنصح بالإكثار من قراءة سورة الدهر، سورة الإنسان، هذه التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فجر الجمعة تقريبا دائما يقرأ هذه السورة. من يكثر من قراءة هذه السورة ويرى فيها أحوال المؤمنين وبعد ذلك الجزاء المرتبة على ذلك، أنا أتصور ستعلو همته جدا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك.